دونك الدكتور مهدي القرقوري نائب رئيس جمعية محاربة السيدة في المغرب. إذا اللقاء ديال اليوم كيدرج في سلسلة من اللقاءات اللي تتقوم بها جمعية محاربة السيدة في إطار واحد الشبكة ديال الجمعيات المغاربية لمحاربة السيدة. ولهذه الجمعيات من الجزائر، من تونس، من موريتانيا تتشتغل جماعة من أجل تطوير قدرات ديال المتطوعين. واللقاء ديال اليوم حول تطوير مهارات المتطوعين في جمعيات محاربة السيدة في ضوء الجديد اللي وقع في حق المحاربة السيدة، لأننا في السنوات الأخيرة كانت تطورات هامة جدا، كتهم العلاج، كتهم الوقاية، تطور أساليب الوقاية. فكان مهم جدا أن الجمعيات محاربة السيدة أنها تقوم بتطوير مهارات المتطوعين ديالها باش تساعدهم على أنهم يلقيوا الميساج ديال الوقاية بطريقة محكمة، وكذلك بطريقة جديدة واللي كتلائم مع التطورات الجديدة اللي تكلمت عليها. من آخر الأرقام تتشير إلى أن تقريبا يعني بطريقة تقريبا حوالي 10,000 شخص متعايش، لكن اللي خصنا الرقم اللي خصنا يثير الانتباه أنه حوالي 50 حتى 60% من الأشخاص المتعايشة مع هذا المرض ما تتعلمش أنها متعايشة، لأن عمرها ما قامت بالتحليلة، وهذا مهم جدا. فلتلاحظوا أن في السنوات الأخيرة كان تطور إيجابي جدا فيما يخص محاربة داء السيدة، وكان مجهودات كثيرة سواء حكومية أو غير حكومية، لكن مازال احنا ما وصلناش لهذيك النقطة اللي ديال أن علينا كل الأشخاص المتعايشين يعرفوا براسهم انهم متعايشين، يعني بالقيام بالفحص. ولو وصلنا لهذه النقطه لان لكل شخص متعايش الا وانه قام بالفحص وعرف راسه ودخل في المسار العلاجي، فيمكننا نقضيو على السيده في بلادنا. وهذا ماشي حلم، هذا يمكن له يوقع. وكيفاش غادي يوقع؟ بتكثيف الجهود اكثر واكثر واكثر. يعني كفاعل جمعوي تنشوف ان يعني احنا المتكلم معنا هي وزاره الصحه، وزاره الصحه يعني تتسمع بالاقتراحات وتتقدر. يعني الحقيقه خصها تقال العمل ديال الجمعيات ديال الجهات الغير الحكوميه كاين تجاوب، كاين تشارك. حنا تنشتغلوا كنا يعني في اطار تشارك.